بس النقطة الأساسية اللي احنا عايزين نتكلم فيها هي يعني جماهير الأهلي هي ما فيش بديل عنهم. يعني انت لما بتتكلم في جماهير نادي الأهلي هم دول المساندة، هم دول الداعم اللي بيكون موجود. 1000 دلوقتي مشجع، ودي يعني بداية موفقة زي ما احنا اتكلمنا أكتر من مرة، لكن إن شاء الله في الفترة اللي جاية كمان يبقى فيه زيادة في العدد. بس مهم الواحد يلتزم جدا. احنا بنتكلم إن احنا عندنا منافسات محلية وقارية كتيرة جدا، ومحتاجين يعني يكون الملعب مليان، وده أكيد مش هيجي من فراغ. يمكن الألف مشجع اللي هنبتدي بيهم دول برضو زي ما يقولوا يا كريم مقياس، هتجس النبض كده الدنيا هتمشي ازاي. بعد كده هتبتدي بقى ممكن فعلا الموضوع يكون فيه زيادة بالتدرج برضو، لكن هنرجع نقول الالتزام بالمحاذير مهم جدا طبعا اللي اعلنتها رابطة الأندية، ده تجنبا بقى لأي يعني عقبات أو عقوبات ممكن ان هي تتم، والالتزام كمان بالإجراءات الاحترازية. وفكرة هنا برضو اللقاح، يعني مش كل الناس طبعا أخذته. يعني احنا لو اتكلمنا او قارنا نفسنا بالمشهد في اوروبا، هم ليه كلهم موجودين او هذا العدد؟ لان هناك موضوع الفاكسين اجباري الى حد كبير، وهناك في وعي يمكن اعلى شويه، الناس كلها لجأت ليه اخذ الفاكسين. فعشان كده الوضع بقى الى حد ما مستقر. عندنا لسه الوضع يعني ما بقاش اجباري ربما، لكن اللي انا اعرفه برضه كريم ان الفتره اللي جايه لا بالعكس هيبقى فيه بقى خلاص، يعني ما فيش حاجه ممكن تعملها غير لما يبقى معاك شهاده التطعيم بتاعتك. ف ربما ده يساعد برضو في زيادة هنا أكيد. يعني الفكرة الفاكسين الناس كلها تاخده. وأعتقد أن هي برضو أكيد شرط أساسي لحضور الألف مشجع اللي احنا بنتكلم عليه، هم يكونوا برضو أخذوا اللقاح. عطسة واحدة يعني 1000 أسرة هتتعيد، انت فاهم ازاي؟ كل واحد هيرجع بيته ويعدي الناس. فاحنا يعني حضرتكم عارفين احنا لسه برضو في أجواء كورونا، ربنا يزيح بقى ويعفي عنا جميعا إن شاء الله.